لي. لك انا ماني مضطرة امثل عليكم. ما بعرف ليش ما بدكم تسمعوا حكي. ديب عم يحاولوا يحسسوني اني مجنونة. انا ماني عم بتخيل ولا عم بتوهم وماني عم فكر من عندي. وانا كنت كثير غبية لدرجة اني ما حسيت ابدا عن شيء وكنت وحدة هامية. ماني قدرانة افهم شو اللي عم بيصير. انا رح اجي ما حدا منكم بده يصدقني وعم تحاولوا تطلعوني مجنونة. شو اللي عم بيصير؟